أعلن الرئيس الأمريكي ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وأكد ترامب على توقيعه مذكرة عقوبات على طهران حتى يتم كبح جماحها عن امتلاك سلاح نووي. أعلن اليوم أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من الاتفاقية النووية مع إيران، وسوف أوقع مذكرة بشأن عقوبات عليها، كما سنوظف أكبر عقوبات اقتصادية ممكنة عليها حتى يتم كبح جماحها ومنعها من امتلاك السلاح النووي، كما أن الولايات المتحدة لن تكون رهينة لأي تهديدات من إيران.